friends, assalamu alaikum. Welcome to Izu's Gallery. Today I recite Suratul Buruj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i dhaati buruj. Wal yawmil ma'hud. Wa shahidin wa mashhud. قتل الأصحاب الأهدود عن نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكموا منهم إلا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ حَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يَتُوبُ فَلَهُ الْعَذَابُ جَهَنَّمَ مَا لَهُ الْعَذَابُ هَلِيكٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أتاك عزيز الجنون فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل